حياكم الله احبتي المشاهدين مشاهدي قناه الطليعه الفضائيه ومتابعي برنامج فجر العبوديه، ومساكم الله بالخير ومسيت العافيه عليكم احبتنا المشاهدين، وحلقه جديده من برنامج فجر العبوديه. احبتنا المشاهدين، مثل ما عودناكم نسولف لكم سالفه من موروث العبوديه وجمال العبوديه. اليوم سالفتنا من موروث سوق الشيوخ، هذه المدينه اللي هي مهد العبوديه من موروث المرحوم حمد الحمدي الله يرحمه. فحمد الحمدي كان مدير البلدية بناحية قرمة بن سعيد، وأيضا كان موكل عن الشركة الأفريقية أنذاك. فالشركة كانت عندها بناية عمارة طابقين، فحمد الحمدي ينزل للناصرية يجيب مواد منزلية للشركة، يستلم المواد المقررة لهم ويجي للشركة يجيبها يسلمها للشركة. فيوم من الأيام حمد الحمدي اجى للشركة الأفريقية، الشركة الأفريقية طابقين وبيها موظفين وبيها موظفات، فصعد للطابق الثاني بالدرج. حبتنا المشاهدين ذاك الوقت ماكو مصعد، فدرج. فبالدرج من صعد حمد الحمدي لاقيته واحدة من الموظفات حلوة حيل وجميلة حيل، يعني يوصفها حمد الحمدي ويوصفونها يقولون عينها تقول عيون ريم وكلش حلوة. فحمد الحمدي هو بمركز اجتماعي وبمنصب سياسي، لا يقدر يحكي، لا يقدر يسولف، لا يقدر يباوع، ما قدر يسوي شيء. فحمد الحمدي ما لقى الا انه يوقف ويرتجي البيت. من جزت الموظفه حمد الحمدي وقف وارتجى البيت وقال، قال اياري من حدر من فوق تلعاي، الك وجنات شبه القمر تلعاي. اياري من حدر من فوق تلعاي، الك وجنات شبه القمر تلعاي. ما تدر عليك الروح تلعاي، التفت لو شوف ما سويت بي. احبتي المشاهدين الكرام، هذا من موروث سوق الشيوخ، وهذا من ابوذيات سوق الشيوخ. اليوم ضيفنا من سوق الشيوخ ومن مبدعي سوق الشيوخ ومن شباب سوق الشيوخ، انا وانتم ايها الاحبه مع الشاعر والمبدع كريم الموسى. وحياك الله سيد كريم. سيدنا مولاي العزيز، شكرا للدعوه، وان شاء الله اكون ضيف خفيف الظل عليك وعلى المشاهدين. حيا الله سيد مولاي كريم. مولاي الطيب، الله يسلمك. مرحبا. الله يسلمك سيدنا. انا حلقتك من زمان. الله يسلمك سيدنا. الف نعم الله عليك سيدنا. الله مشكور. يحفظك. الله يسلمك سيدنا الغالي. كل الهلا بالسيد. الله يسلمك سيدنا الطيب. شلونك سيد؟ نعمه خير. شلونك سيد؟ شلون امورك؟ شلونك شلونك؟ نعمه. عنا وادمنا. خير. حنين انت مثل ناقتك؟ نعمة حنين. كلش؟ كلش. شلون الناقة مو حنينة؟ يقول متى يلفظ عنكم مو حنينة الدرب والظهر ليكم، او على طلعت الناقة مو حنينة كان اخت لمن مروك بي. الله 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 يسلمك سيدنا. هذا البيت النسب للمرحوم حرب الزرعاه والله يرحمه. الله يرحمه. هو كان من ذوقه. كان من ذوقه الرجيل، الله يرحمه، بر الذمه. ونزل اعتذار، بس تحياتنا للمصممين شوي، شيلون اسمه وخلوه. عمي للاسف على المصممين، احنا أنا خادمهم بختكم. اي والله، انا خادمهم والله، بس تحياتي. الله يعوضك. الله يسلمك. احنا شيوخ، انا اسالك سالفه حتى قبل ما اسمع منك سالفه. الله احنا ترى برامجنا واشعارنا وابياتنا كلها ببخت المصممين. اي ما تطلع حق. الله وكيلك. حق ما تطلع المصممين ما مقصرين. ما مقصرين كلش وياني. وجزاكم الله خير. هاي تحيه من خلال برنامج فجر العبوديه. تحيه، الف تحيه لكل مصممين العراق، مصممين العراق المبدعين والجميلين اللي برامجنا بزودكم جاي توصل. صحيح. فالف الف شكر للمصممين. ألف شكر. وشوف هذا المقطع هسه راح اقول على المصممين راح يوصل، شوفه المصمم راح يشتغله. شكرا لكم يا مصممين الاحبه على تعبكم وعلى جهدكم اللي جاي تبذلونه، والف شكر لكم. خل اسمع منك سالفه يا سيد كريم. خادم سيدنا أنا. تحياتنا للشاعر حبيبي الاسدي. حبيبي الاسدي والف نعم. دزال قصه. اي وكتبت عليها شعراء الابوذي. انا كتبت. شنو القصه؟ القصه بنيه استشهد ابوها بحرب ايران وعمرها 4 سنوات، وحيده لمها لابوها. خوش. فرباها عمه. اي فكبرت البنيه، زوجاها الواحد شويه يعني شهرين وطلقت البنيه. لا حول الله. فعمها بنفس الشارع 11 سنه ما طب عليهم، من طلقت لها سولا وقف عليهم. فذاك اليوم اجى واحد العمه صاحب مال، فقال له اريد لمره وهم لك كراميه، فذكر بنت اخوه. اوف. فاجى للبنيه لقاها مريضه والام مريضه وعوز ويتم.
فقالها طلع عليها الموضوع قالت لا عمته وين كنت شاتها اللي ذكرت عندك بنت اخو فعلى لسان البنيه تقول الدنيا ما بنت فرحه بنت اخ بروح وتاخ من ريجي البنتاخ الله 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 الدنيا ما بنت فرحه بنت اخ بروح وتاخ من ريجي افتو ذكرت عدك بنت اخ انتهت ما هل هلت حرم علي الله الله يسلمك الله سيدي الله الله يسلمك يا الله سلام الله يسلمك سيدي انتهت ما هل هلت حرم علي ولا عرضه ابد انتهت الله 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 يسلمك سيدي يا سيد كريم مولاي خلي اسمع من جمال ابو ذياتك سيد خير البدء السيده زينب عليها السلام عليها السلام احسنت يا سيد تقول على ريجي على ريجي ماي يابس بده ودواح على حسين ودليلي العليل قبال عيني بده ودواه مصايب ورجتني الغاضري الله اكبر تقول على عيني الغدا وبالطف محرم النوم ترهد اخوان محرم الهزه الواجبه تلبس محرم ستر بيت الله ستر الهاشمي الله 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 يسلمك سيدني وهذا الوجدان اي يقول هلا بيطرد الفطمه لون عيني هذا اللي ادور عليه الله يسلمك هذا الحكي هلا بيطرد الفطمه لون عين ازرق ازرق زرقي صديق وهلا وعليه يسوى لون عين ويلا هلا من جدام ادور لون عين هلا بيا رحمه الله الموشلي الله 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 يسلمك الله يسلمك هلا بيطرد الفطمه لون عين ويلا يا ربي هلا وعليه يسوى لون عين اي والله هلا من جدام ادور لون عيني هلا يا رحمه الله الموشلي سيد هذا البيت صديق مو صديق خيال اي مولاي مشرشب يا جرح قلبه شراشيل ويلاه وعلى حيطان خابط شراشيل اجا يعقوب من راسي شراشيل اوف ولهسب لا سبب مقطوع بي الله الله يسلمك سيدي الله, الله, الله يحفظك سيدنا الله غالي ألوج وقوع عقبك يمشي ليلي وجمع دموعك اللي يمشي ليلي وياي الهجر محرب يم شلئلي بخياتاي هات الله علي الله 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 يسلمك سيدنا الله يسلمك الله, الله يحفظك الله يحفظك عيون سيدنا الغالي أفتربع لغير وانا يربع لي كم شوف عتن وانا يربع خوش أطفال حسين هجرك وانا يربع عطش يرنو سهام جبلت لي الله 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 يسلمك سيدنا الغالي سيد كريم هل انت متمكن شعريا بين الشعراء شوف نفسك اي نعم حاليا بالساحه أي سوق الشيوخ أي نعم توازي الشعراء الموجودين اوازي الشعراء ايش تعتبر نفسك يعني شعر حاله من الوسط لا توازيهم في المراكز الاولى لا ما بس اكتب لونهم والحمد لله يعني انا قاعد اعيش وياهم يعني منافسة من انت؟ هو شعراء سيد يعني بدون يعني انا يعني هواي شعراء ذكرتني وشهادتهم مجروحة بي مثل عدنان الغزة تحياتنا ابو حيدر تحياتي حبيبي الاسدي محمد صاحب الخفاجي تحياتنا تحياتنا الله يسلمك سيدنا الله يحفظك زين هذول الشعراء نافستهم اكو عندهم بيت تمنيت انت كاتبه؟ هواي بيوت حلوة بس انا ما اتمنى بيت كاتبه، البيت ما كتبه انا ما اتمنى الواحد ليش؟ بعد اكو بيت يستفزك يستفزني احبه بس ما اتمنى انا كاتبه اي شنو ودي اكتب احسن منه اقوى منه سيد هيجي اي نعم زين سمعني الاقوى من اللي تمنيتهن يعني اللي سيقزك اي طبعا لك هواي سيدنا انا بالنسبه يعني بيوتي كاتبه والحمد لله يعني عليك الضحى لله بالسماعيل خوش ابتسم يلي ابتسامك بسامه عيل صغيرون حلوة مرغوبة اي نعم ايه بوجودك كنت معفي باسماعيل ايش بدا وسويت لك غربال بي الله 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 يا حسين اي مولاي اي نعم وحق اللي يشبه الزرقة ما تنهى ناس الما التانين ما تنهى ما التانية خلت روح انوخذ حقي حق الله ما تنهى يا باطلي حق الله علي الله النذل اجل السامع والحاضر النذل لو موش تطمع عينك يغدرك وعلى حملك ما يعينك هو بعد نذل شو يصير لك شعره ان كان احنا من احنا ما يعنيك مسلمك بيد راعي المغربي الله 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 الله
يا دنيا هات حيل وخذلوني، ايه احباب فارقوني وخذلوني، الذله موش ثوب واخذ اللون، هضيمه تنحسب زله علي. الله 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 مولاي الغالي الله. ظروف اللهو جن والدغني خوش، فقير وقت خلي والدغني والدضحك وسوليف والدغني، لكن هجرك مصعبها علي. سيد ابياتك تغنن؟ نغنن يا هل غنى ابياتك. تحياتنا صباح العمار ابو نور، تحياتنا ورسول حافظ، أيه؟ وبعض المطربيين. ما زين الغنى وابياتك راضى عليهم انت؟ اي عادي سيد، عادي بيوتك تغنى؟ اذا عرض للساحه خله يعني اي واحد يغني عادي. ليش البعض من يتغنى ابياته قام يقول مشكول الذمه وما ادري شلون، وليش يقرا وليش كذا يغنون ابياتي وليش؟ خلي يضمها سيدنا مطلح. مو؟ اي والله. هم صار الشعر، هو الشعر رساله. مو والله؟ اذا ما يوصل المطرب يوصل ذاك ويوصل كم كاتب شعر سيد. مو والله؟ اي والله. وهذا فارق، تسمع شعر، تسمع ونين، تبي تسمع، تسمع قراءه مثلا، تسمع سيدنا. انا ادري. اي والله. شال ليش وانا ما اريد واحد يقرا ابياته وانا؟ والله ما ادري سيد. ترضى ابياتك تغنى؟ عادي براحتي. تاخذ عليهن اجر؟ لا ما اخذ اجر سيد. ليش؟ بعد ما عاد اتفق وياها، بالنسبه لي ودي عرض للساحه خل براحتهم، اي واحد يغني براحته. بس كوني وثقه. يقول إيه لفلان. إيه يقول بس عادة المطربين من يغنون يغني بمكان او مناسبة او كذا، إيه ماكو توثيق بالموضوع. اي ماكو توثيق، هي هنا هي المشكلة. هنا هي من المشكلة بالاهواز. تحياتنا للاهواز. تحياتنا للاهواز. من يريدون يقرون بيت ابو ذية؟ يذكرون اسم الشاعر. يحطه بالنص. يحطه بالنص. يقرا الاول والثاني وقال فلان فلان يقول ونين سوق الشيوخ همتش يقول ابو معيش يقول سولف له على ونين سوق الشيوخ شويه. كان يعني معلومه لعندك؟ معلومه عندنا كان فاكهه الدواوين بعد الابو ذي. حلو. اي فاكهه الدواوين. اكو شيء هسه موجود من عندك؟ لا حاليا ماكو. دوم ماكو. صار عيب ها؟ صار عيب. اليوم الونين عيب؟ اي صار عيب. بيناتكم كشباب لا نقعد نقعد بيناتنا يعني. وين؟ يعني مكانات خاصه دوانيات جماعتنا. ايه؟ الشتاء هذا سيد وفاكهه يعني. اي يعني بسيطه بدون نار توفير وكذا. اي نار. اي اي لا والله. اي والله ما شاء الله. اي تشتهر سوق الشيوخ بالونين. صحيح، ونين سوق الشيوخ. الطرب الريفي صاحب فضل على الابوذيه؟ طبعا بسوق الشيوخ؟ طبعا الا فضل على الابوذيه، وهو له فضل على الطرب. الطرب يعني الا الابوذيه. ها الا الابوذيه الا يحله. حلو. نعم. من هو اللي وصل الابوذيه؟ قصدك الطرب؟ الابوذيه هي وصلت الطرب سيد. هي اللي وصلت الطرب؟ نعم. مو الطرب وصلها؟ نعم. مو الغناء الريفي اللي وصل بصوره صحيحه للذاقه وللساحات والدواوين. فوصل. يعني يا هسه اريد تحدد لي من هو الفضل على الابوذيه لو الغناء؟ الابوذيه له فضل على الغناء سيد. الابوذيه له فضل على الغناء. اي له فضل يعني المغني شي يغني اذا ما عنده ابوذيه وما عنده شعر، شي يغني. الا بسيون. زين والشاعر هم شلون توصل اذا ماكو غناء؟ اي هم توصل بس هو يكتب. فهم اثنين واحد صح؟ يعني سلسله. سلسله. بس اكثر شيء. خليني اسمع منك سيد يلا. خادم مال سيدنا. يقول شيالك يا وقت قل لي ترك بين الضلوع وجدمك بروحي. ترك بين. معاذ الله يا روحي ترك بين، مع الذل والمشراحة علي. فيه. نعم. يخلي أمنيت قبر ودعتكم، شلون الطان قلب ودعتكم. حلو. وروح أم العزيزة وداعتكم، الهجر مو عيب بس مو خوش لي. أبد مو خوش والله. إي والله. يخلي القوم تدور تراعون، شايم تلعت حال تراعون. أنت وطيفك براسي ترعون، لذا يحرم سبات الله علي. الله الله الله. أولاي. الله. بكثر ما يا يصيح لك بالعياي، سمعك ما ضقت حزنك بالعياي. ويلا حبة دخن تيهتك بالعياي. وين تلقاها؟ النقل بلقيس ما يلقاك لي. ها تعجيز هذا الحكي. أيوة. راح هو لا تسمي لي ولا تتحدث. والله سيدي انا اكتب شعر يعني عن صوره شعريه يعني. انا احب الشعر. لا خليني اخدمك. اكتب شعر عن صوره شعريه. اي واكتب للناس. نعم. واكتب للمجتمع. نعم. ويقلوا لي ويكلفوني هذا النكيل احكوا هنا بالبرنامج. نعم. احكي لغيرهم. والله سيد انا يعني اكتب يعني مجرد شعر لا اكثر ولا اقل ولا اروق في التصوير واحكي لغير شيء. والله ما ادش وحكوا لي حسين سيد. الله شاهد. تعال احكي ما اسمع منك سيد حتى نطلع فاصل. صار سيدني.
يقول على غفلة وما محسب اللي هيزتني ضعونك ليش بالفرقة جازيتني. أيوة العتبة بيتنا الحاضي زيتنا عرف نعرض وعطل القطع بي. الله 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 الله. أحبت المشاهدين هذا الموضوع أخلي يمكم اللي كتبت شو ما عنده شيء. ولا أيوة بعد قلت لك أنا يعني أقول على روح مقولة. لا والله سيد السبع قلت لك يعني أكتب أنا من خيال والله الله شاهد. هو أنت جاي تقول على روحك مقولة يعني. أي مولاي. وحق المشت على الهزة العميتة دليل الكل حزن بعدك عميتة لطمو تراب والحاد عميتة عمو لا نوخت نوقح. الله 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 سنة الله سنة. الله قبح وياي واكتمو سلابد بلهات ويطر حزني. قبح وياي واكتمو سلابد بلهات ويطر حزني. الله الله الله. النهار اصبر يخلي المسا لابد تحضرني بذمتك وايج علي. شنو الاستفزاز هذا؟ ذبح وياي وقت موسى بلهات ويطر حزني موسى لابد. يا سلام. النهار اصبر يخلي المسا لابد تحضرني بذمتك وايج علي. الله. من هو صاحب الفضل على سوق الشيوخ شعريا؟ صاحب الفضل على سوق الشيوخ شعريا الشهيد فرقد الحسين. فرقد الحسين الله يرحمه. نعم سيد. ألف رحمة على الله فرقد الحسين. إيش قدم لكم سوق الشيوخ؟ بنى منتدى بنى ملتقى. بنى؟ نعم. وشان يدافع عن الشعراء. من حساب الخاص؟ نعم من حساب الخاص وساهم الله يرحمه. الملتقى موجود حاله؟ موجود. إي ملتقى فرقد الحسيني. إيش اسمه سال الملتقى؟ هو إحنا عندنا ملتقات بس يعني قصدي أنا نقيب مهرجانات الملتقى فرقد الحسين سميناه بس على هذا الموضوع حسناً. إيه نعم سميناه باسم ملتقى فرقد الحسين. هذا الموضوع الناس ما تعرفه. إيه نعم وصل إليه الشهيد فرقد الحسيني هو نعم. سعى بيها ويعني وبنى الملتقى مال فرقد الحسيني إحنا حالياً سميناه فرقد الحسيني. زين هذا الملتقى شنو هسه هذا شنو موضوع؟ يعني نقيب مهرجانات الأماسي نقيب هالملتقى. يعني قاعة هو كبيرة. قاعة كبيرة. إيه إيه نعم. ومخصصة إلى الشعراء. مخصصة. زين إيش عجب إذا عندكم هيك مكان وقاعة وكذا واهتمام إيش عجب ماكو مهرجانات في الفترة الأخيرة لسوق الشيوخ؟ نعم حاليا سوق الشيوخ سيد عندها سباس شعري هواي. ليش ليش؟ هواي ظروف سيد. أكثر نقطة أهمية اهتمام الشعراء مو ذاك الاهتمام. خصوصا بالشباب. شنو السبب؟ يعني كبارنا ما مهتمين. زين هسا كباركم تعبوا وقعدوا والشباب أنتم ما لكم. الشباب هم ما يقدر ما طالع يعني هو تو إذا ما كبير صنعه ويقدمه ويقعد بجانبه ويدعمه. زين الشباب شو يسوي زين انتم رحتوا للشعراء الكبار وقالوا لكم لا لا يعني سعوا عندنا شباب سعوا قالوا لكم لا تشتغلون الكبار لا مو قالوا ما يشتغلون بس هو يعني مساعي به بعض به يكون يسعي سيد. انت اليوم سيد كريم اليوم جيت لفلان على فلان وقال لك انا ضدك وانا لا 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 ها ماكو شيء لا ماكو شيء زين دور لكم اي دورنا انا هاي رساله ان شاء الله انا هاي رساله برنامج فجر العبوديه سوق الشيوخ يستاهل يستاهل وشباب سوق الشيوخ يستاهلون وشعراء سوق الشيوخ يستاهلون ونريد نشوف من عندكم حركة شعرية كون تصير ثورة شعرية في سوق الشيوخ بالأبوذية بالقصيدة بالهوسة. بالمناسبة ترى سوق الشيوخ عندهم رباط سوقاوي سوقاوي الأبوذية للسوق السوق. القصيدة للسوق أسماء العراق من السوق إيش عايزي؟ أي والله حاليا خمول الكل أي صحيح زين إن شاء الله جاي لماسي إن شاء الله إن شاء الله جاي الله يحفظك إن شاء الله الله يسلمك يا سيد كريم المسوي خلينا نطلع فاصل ونرجع مولاي الله يحفظك. أحبتي المشاهدين فاصل ونعود إليكم. حياكم الله أحبتي المشاهدين الكرام من جديد عدنا معكم مع الشاعر والمبدع سيد كريم الموسوي. حياك الله سيد الله يسلمك سيد كل الهلا بك الله يحفظك مولاي الغلطي. سيد أنت مبدع الله يسلمك من الشباب المبدعين والكتبون صح. أنت يا مواليد 95 فترة طويلة شو كتبت الشعر؟ 2014 زين هاي الفترة هواية أماسي هواية برامج إيش عجب؟ سيد أنا ظالم روحي ظالم روحك؟ إيه ليش؟ جيتني وايد دعوات أماسي بس أنا ظروف وشغل وعمل. هذا الصدق؟ إيه صحيح ها إيه والله ما راح أطلع من قلبي. بيت متندم علي شنو هو؟ بيت كاتبانه؟ إيه ما متندم علي بيت كاتبه بيت كتبت الشخص تندمت علي ما متندم البيت ذاك ما تندم علي سيد ليش؟ بعد كتبه اتعب عليه اي ما تندم عليه. زين الابوذيه تنقال لو تنكتب؟ تنقال تنقال نعم يا هل احلى تنكتب لو تنقال؟ تنقال. اريد البيت تكون انت قايله هيك في حين اللحظه شفت شيء صادفك شيء مريت بموقف
من اللي ينقالن اذن العرضيات والله واي واتشي اللي جبالك من غير المحضرهن يا ابو الفعوف طار الهجر والعين الشيطان وتعبت الجدم خوش اذا طايل هجركم علي ولعن طيوفك ذن المخضرات بي الله 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 يا سيد الله يا سيد خلي اسمع منك خادم انا سيد بجيوب القلب مو فرح مالين حزن ومن البوات صدق مالين حديد وكنت للكلفات مالين لكن داود هجرك لا تبي الله 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 بالي موش يمي بالي عدكم بالي موش يمي بالي عدكم يخلي قبال عين البلعتكم شنو القاع عني بالعتكم وعلي ما ظل شبري يعتب علي الله ما لقيتهم ما لقيتهم اليلوج الحابسه ضلعي هديته وراك يشوف بس ويهك هديته المشرك من سمع ندعي هديته بالله وما هديته اللي قطع بي الله الله يقول مهرف ضعن خل حد بالبيل الحاد وموش ظهري ما مش مثل ضيم حد بالبيل هزل راحن ومنهن رد علي الله احبابي الوقت بيد شوفت لهم سروا ما عطلتهم شوفت لهم الله 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 يا قلبي لا تناطر شوفت لهم هالمره وعلى مقطوع بي الله 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 يسلمك جيد الغزل سيد ما كتبه هواي ما لحقت اتغزل ما لحقت تغزل؟ اي ليش؟ بعد شنو بعد؟ ما لحقت تغزل بعدك صغير سيد اي فاتت ها مو عادي كلش زاد كلش بعدك سيد 29 تمو؟ اي 95 حوالي 29 اي 29 سنة بعدك؟ اي شوف بعدك فات الأوان ما وصلت الثلاثين فات الأوان ما أشوفها ها؟ بعد فات الأوان سيد هو شنو بعدك 29؟ يعني واحس ماكو بالغزل وهذا بعد أنت خاشن اي لأي شيء ظروف وشغل الله يحفظك يا سيد الله يسلمك سيد زين تغزلت لك يوم من الايام بصوره؟ صوره حلوه صوره شفت تغزلت فيها؟ اي صوره حلوه شفتها يا اخي بس حرقان من تغزلك بصوره ما تستفاد شيء سيد ها وعلي تغزلك بصوره يا اخي من؟ زين انت تطلع بشوارع سوق الشيوخ؟ اطلع دوم هواي اكو اشياء لطيفه اي هواي جميله اي هواي اي فلا بد يوم من الايام انه تغزلت بشيء جميل يا اخي من تغزل بي يعني ما شو احصل؟ يعني هو سيدنا يعني ما اشوفه لك لما تغزل بي ما حد كتب لك على الخاص كتب لي غزل؟ والله هواي بس ما حافظها احكي لك الصدق يعني وايد بخطيه هي رسائل مشاعر اي لا ما اكتب الذاك هي والهذا اكتب بس الروحي اي كتبوا لك؟ هواي اكتب طلبوا منك؟ اي والله هواي سيد ابو علي ايش كتبت لهم؟ والله ما حافظ ولا واحد سيد وحيد والله العظيم ما حافظ الله شاهد انت شو وياك اليوم على الغزل؟ لو عندي غزل لك احكي ها؟ لو عندي غزل ايه؟ احكي والله مو مشكلة أنا حافظ تحب الغزل أنا حافظ أبياتك بس ما أريد أقرأها بدالك خلي الحجم تدرسي والله يلا ما خل أسمع منك الله يسلمك سيدي يا روح يا حد على الجفا وتلعين جفاهم مو مشتل الشوف تلعين الله 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 يا قلبي لي يا قلبي لي وين تريد تلعن الشيطان وترد للحوش بي الله 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 عيد هذا البيت سيد يا روح يا احد على الجفوت العين جفاهم مو اشتل الشوف تلعين لحم الاصل الله يا قلب ليل وين تريد تلعن الشيطان وترد للحوش بي لطيف اناهت ساعه من فرقاه ساعين كل هذا ولا بالخير ساعين حرام كان عن بالبيت ساعين بخلوي حرم فيا الله علي يا قلب هيد وهجع بالخلع عليك نشف بير بالخلع عليك الله او علم هدل ودور بالخلع عليك وانت هدايت الله القصت بي يا سلام يا سلام الله 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 يسلمك سيد الله بخت عنده واشوفه هواي لواه الله قبل لا اموت هجر الظهر لواه سي سبيبه ويا الخلق وياي لو شلون سبيبه ويا الخلق
وياي لو ولا مره هداها الله عليك. الله 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 يسلمك سيدي. هي لا والله هذا البيت اللي هذا يكون يوصل البيت يعني يكون هذا بخت عنده شوفه هواي لواه اي قبل لا اموت هجر الظهر لواه سبيبه ويا الخلق وياي لو ولا مره هداها الله عليك. اخ لطيف يا سيد. سيد كريم شاعر تتمنى تاخذ يا صوره دوم ماكو ها شلون ابو علي دوم ليش هاي بعد انتم قريب من الشعراء هواي قريب جماعتي وقديهم بس عود يعني الاقي مثلا ما عندي علاقه بيه قصدك سيدنا عندك علاقه بيه او ما عندك علاقه لا بي. ما احب احقد له صوره واحد ما عندك شخص تحب تاخذ يا صوره لا ما تحتفظ لا عنده هواي احباب وكبار واحترمهم بس ما احب اخذ يا صوره ليش يعني ما اشوف يوم الصوره ذكرى هي ذكرى بس ما اشوفها سيد ما انا ما احب هالشغله وما عاد احب الصور ها اي والله مو حلو بالصوره مو حلو بالصوره شلون هسه التصوير يطلع مو حلو لا والله والله لا هسه خلي ولدي ياخذ لك صوره حلوه الله يسلمك زين الله يحفظك الله يسلمك الله يسلمك زين خلي اسمع منك بعد حي دوم ما عنده ويا عليك حي دوم ما عنده ويا عليك خوش عفتني ولا كان ياباني الويع ليك كحرق خيام طف زينب ويا عليك دليل وضام يا تركضن بي وحق بدم طفلها يرد لها روح الوك السيفه يرد لها هم يوم تلاقى يرد لها بخت وانزع سنين جفاك بي الله تعرف شن هي خلها هاضمتني شن هي كل ما مال حملك هاضمتني الله 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 تعرف شن هي خلها متني كل ما مال حملك هاضمتني طيب. سمح والخلق كلها هاضمتني وجه مكروه زحمة الصيح بي هلا يا روح وازود وانت باصير عين افتح دليلي وانت باصير خل نقعد يا خلي وانت باصر قبل لا ينتج فراقك علي الله الله يسلمك سيدنا الله الله عاد روح سيد سيد الشباب انصفتهم الساحه الشعريه في سوق الشيوخ حاليا سيد حاليا طبعا اي قاعد تنصف يعني تنصفهم يعني اكو مجال للشباب حاليا والدليل انا موجود في البرنامج سيد بالسوق شلون انصفوكم يعني طونا مجال وطونا هم احنا ذاك الوقت هم سوينا ماسي اي يعني طونا مجال الوقت هذا سيد يعني كل واحد ينصف روح حاليا يعني برامج موجودة زين تواصل موجود ماكو ظلم اعلام اعتقد ما حد يكذب ياك هذا سيف عليك وياك تطلع ما جانا واحد دق الباب كان سيف عليك تطلع شعر موجود عندك اطلع صحيح نعم سيد اسمع منك بعد سيد نعم سيد يقول اكذب من اقلك للسماهيم بيك وموش للبر للسماهيم الله أكذب من أقول لك للسماهيم بيك وموش للبر للسماهيم يا قلب اصبر شبيدي للسماهم عزازك ليش نبض خيل بيك الله 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 ليش أكذب من أقول لك للسماهيم بيك وموش للبر للسماهيم يا قلب اصبر شبيدي للسماهم عزازك ليش نبض خيل بي الله الله الشباب تقدر تذكر لي اسماء الشباب سوق الشيوخ اي هو شباب سيد تكتب مبدع هم حافظ لهم شيء لو اذا احفظ سيد ردك وقت هواي اذكر لي اسماء الشباب هواي شعراء يعني الشاعر حامد الخزاعي تحياتي حامد الخزاعي شاب لا هو شاعر يعني شاب يعني وازين حاليا شاب هو ما طلع حامد سبقنا بالتجربة بس مظلوم إعلاميا يا مواليد حامد الخزاعي أعتقد 80 سيد شاعر جميل الشاعر حامد تحياتنا لحامد الخزاعي 35 شاب يعني انظلم بالإعلامي السيد حاليا يستاهل والشاعر سيد فايز الموسوي سيد فايز والشاعر محمد المشرفاوي تحياتنا له تحياتنا لمحمد المشرفاوي والشاعر حسين النصراوي والشاعر عباس الغريب والشاعر حكيم الحكيمي وهو أشعر سيد مظلوم عندنا إعلاميا الغريب أكو اسم بالغريب عندكم عباس الغريب
وتحية عندنا للشباب وعندنا شعراء شباب سيدنا. طبعا تحية للشاعر شعيب الغريب. تحياتنا له. أبو علي. أبو علي موجود. شعيب الغريب في أحد الحلقات يعني أنا أخوه وصلتني القصة. القصة. ونقلوها لي قالوا ها شعيب الغريب. أنا شو بصور؟ الله يطيل بعمر الرجل. بصور الرجل هو قريته الموروث. نعم. قلت الله يرحمه شعيب الغريب متوفي وكذا. ناصيد موجود بالحياة. إي لا بعد هو تواصل وياي. إيه. قال لي أنا شعيب الغريب أنا تفاجئت. إي قال لي فأحب أنوه على هذا الموضوع. نعم. قال والقصة نقلت لك مو صحيح. أنا ما متعارك ويا إخواني ولا طاقين ولا مسحوت وكل شيء ماكو. قلت لأخويا كان صوش مو فيي. صوش نقلها إلي. فأنا هم أنا أحب أنوه إنه كانت القصة. بحلقة الشاعر حبيب الأسدي تحياتنا وكان أنه أنا رويتها حسب ما نقلت إلي نعم. حسب ما نقلت إلي نعم. فيعني أنا أعتذر عن القصة بس أما الأبوذية صحيحة فلي الشعيب الغريب لا موجود صحيح تحياتنا تحيات الشيوخ تحياتنا الله يحفظك الله يسلمك سيدي إيش تحفظ من سوق الشيوخ أريك تقرأ لي من جمال سوق الشيوخ جمال أبوذيات أي حسين الركاب أبو علاء الله يطول عمره نعم يقول طبعي يعرفه الصدقان واليار خوش وما أحب عشرة البي سحل والجر إذا جمرك تريد دوم ويار بنارك لا تحط فحم ردي الله سيد جبار العقداوي أي يقول ليش أنا شريته ما شراني وليش أنا الأشورة ما شراني ليش أنا شريته ما شراني وليش أنا الأشورة ما شراني ثوب لو بالأزرق ما شرانة خاف هاي تلتح خلل بي الله 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 يسلمك سيدي بعد تحفظ من سوق الشيوخ اللي يحضرك يعني والله لي يحضرني اي يحضرني سيد والله ما يحضرني الله يسلمك الله يسلمك خلي اسمع منك اخر ابيات للوقت جاي صار سيدنا الله يحفظك اقول يا شامت لو تريد تقول ماشيت عليهم ولا عقل مجبور ماشي الناقة خربت باثنين ماشت بضعن زينب وضعن اللي قطع بي لا حول الله فرح ما ظل يقلب واشتم الريح بجفا وسنين راحت اشتم الريح بدربهم وقف واقف واشتم الريح عسب صوغة عطرهم جايلي الله 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 يسلمك سيدنا الله الحزن من دون خلق الله لشيد علي وحرص صاير لي لشيد نذر من القثر جدمك لشيد مقامه حتى جب لي يصير لي الله يا سيد علي الله يسلمك سيد الله مولاي يا سيد مولاي عزيزي اريد تقرا لي اخر بيتين عندك اخر بيتين عندي. اخر بيتين عندك هويتك دون هاي الناس ودنا جثيته ما نريد الهجر ودنا متى عرجوا عبر القوسين ودنا لله وقاصده يردك علي اللهم امين يا الله يا الله يا حادي الماخذ مني بريحيت هل تشاليش من عدي رد ضعن السب زينب بريحيت منك ليش قاطع جيل بي احسنت يا سيد الله يسلمك سيدي اشكرك هو مولاي خادماني واشكر سوق الشيوخ اللي جزيل الشكر سيدنا الكريم مولاي الشباب المبدعين وانجبه الابوذيه الله يسلمك سيدي شكرا لك يا شكرا سيد سيدي شكرا للدعوه مولاي خادماني الله يحفظك ممنون منك سيدنا الله يسلمك الله يسلمك شكرا لانصافك مولاي عفوا يا سيد الله يسلمك سيدي الله يسلمك مولاي سيد ممنون منك سيدي احبتنا المشاهدين شكرا لكرم المشاهده وكرم المتابعه انتظرونا بحلقة جديدة إلى ذلك الحين في أمان الله.